هذه الوصايا الكريمة أيها الوالد الكريم، استمددت العون واستلهمت الرشد واستعدت العزم، ويشهد الله أني لأجلها قبلت الأمانة وتحملت المسؤولية على غير تطلع مني ولا انتظار. إن دقيقة بجانبك وأنت حي كانت عندي أسمى من كل عرش وأعظم من كل ملك، وإن نفحة من نفحات رضاك التي كنت أنعم بها كانت تكفي لأشعر أني أكثر من ملك متواج. ولكن إذا كانت البنوة تفرض الطاعة على الآب، طاعة الآباء بتنفيذ أوامرهم وهم أحياء، فهي كذلك تفرض تنفيذ وصاياهم وهم أموات.